دوف عبد الرحيم عضو الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تابعة للاتحاد المغربي للشغل. هذه الوقفة جات من بعد ما يعني حقا كاين عدة مشاكل من نهار دازت تخلقت الوكالة وجات في مكان تاع إدارة عمومية بلاصة المندوبية السامية للمياه والغابات. مشاكل كثيرة بدات أولا أنه النظام الأساسي تاع المستخدمين تاع الوكالة الجديدة ما شاركتش النقابة في الوضع نتاعو وفي النقاش حوله والمفاوضات عليه تفرض من الفوق. واللي خطير من الأمر لحد الساعة الإدارة كترفض تسلم نسخة من هذا السطاتين تاع المستخدم. راه لا يعقل. واش حنا في جميع المؤسسات كاين حوار مع الحكومة؟ ما عمرها كانت كاع المؤسسات النظام الأساسي كيتفاوض مع النقابة الأكثر تمثيلية هنايا اللي هي تاع الاتحاد المغربي للشغل. لحد الساعة تفرض هذاك السطاتين ومازال ما تعطاش نسخة منه. وأخطر من هذا أنه اليوم الناس دايرين هذه الوقفة على هذا الشيء اللي تكلمت عليه وعلى رفض الإدارة تمكين المستخدمين من التعويضات عن التنقل. لا يعقل. الناس كيستافدوا من هذه السنين هذه 30 عام يجي اليوم من ولات وكالة باغي ما يعطوش الناس ذاك الحق باغي يتراجعوا عليه. وهذا الشيء جاي بالخصوص من واحد الشخص واحد مدير وافد جديد على ومعروف بالعداء نتاعو للنقابة لأن من قبل عنده سوابق مؤسسات أخرى. جا اليوم غيفرض واحد يعني المنطق واحد العقلية وللأسف المدير العام كيشوف وكيتفرج. حنا كنحملوا المسؤولية للمدير العام وكذلك الوزير تاع الفلاحة وحتى رئيس الحكومة. راه ما يمكنش أننا قطاع بحال هذا ومؤسسة استراتيجية يعني تجيب بالمشاكل يعني بواحد المنهجية اللي اعتمدت لي هي نتاع إقصاء نتاع النقابة. رفض الحوار وحتى الوعود اللي دارت في هذا المجال نتاع منح صرف التعويضات لحد الساعة فات 6 شهور على بداية السنة ومازال ما تعطات. أمينة بابا والكاتبة العام بالنقابة الوطنية المياه والغابات بالنيابة ديال هي النقابة اللي تابعة للاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي اليوم بصدد تنظيم الوقفة احتجاجية اللي جات بعد تصدير برنامج نضالي لسطراتو النقابة الوطنية المياه والغابات. جينا كنحتجوا على المس بالمكتسبات ديالنا اللي على رأسها التعويضات الجزافية اللي كانت الموظفين المياه والغابات كيتقاضوها لسنين عدة. وكذلك أنه الإدارة كانت تسويف والتماطل حول تنفيذ بعض ما اتفقنا عليه في المحضر ديال 16 فبراير 2023. دونك هنا كذلك كاين احتجاج كذلك على حوار اللي غير جاد وغير مسؤول. وكذلك كاين احتجاج على انه القانون الاساسي للدار ديال الوكاله الوطنيه للمياه والغابات هو كان قانون اساسي اللي كان احادي الجانب دارته الاداره في غياب ممثلين ديال النقابه الوطنيه للمياه والغابات ممثلين الموظفين. دونك هادو بين الحوايج. كذلك كاين واحد المذكره اللي دارتها النقابه الوطنيه للمياه والغابات. هاد المذكره اللي فيها واحد عدد المطالب اللي فيها مراجعه القانون الاساسي اللي حنا كنعتبروا فيه انه في حيف الموظفين ديال المياه والغابات خاصه انه انتقلنا من قطاع الوظيفه العموميه رجعنا للوكاله الوطنيه للمياه والغابات وبالتالي كان نورمالمون يكونوا فيها امتيازات بالنسبه للموظفين ديال المياه والغابات. ادريس عده الكاتب الوطني النقابه الوطنيه للمياه والغابات. اليوم الموظفين ديال الوكاله الوطنيه للمياه والغابات جايين من مختلف الاقاليم من مختلف الجهات جايين من المنتزهات الغابويه جايين من المراكز جايين من المديريات ومن المصالح المركزيه جايين كاملين باش يقولوا كلمه واحده. مكتسباتنا خط احمر. المكتسبات ديالنا وعلى راسها التعويضات عن التنقل خط احمر خاص يتم صرفها كما التزمت الاداره. المستوى الثاني ديال المطالب ديالنا هو المتعلق واساسا بتعديل النظام الاساسي ديال الموظفين. هذا النظام الاساسي اللي سجلنا فيه نواقص واختلالات وكنطالبوا بتعديله بناء على المذكره اللي درناها مع الاخوان ديالنا في جمعيه التقنيين الغابويين والاخوان ديالنا في الاتحاد الوطني للمهندسين الفرع ديال المياه والغابات. وهي مطالب معقوله وتعديلات معقوله تم اليوم بالموازاه مع هذه الوقفه. كان عندنا حوار مع السيد وزير الفلاحة بحضور السيد المدير العام ديال الوكالة وكالتزام وتأكيد التزام على أنه التعويضات سيتم صرفها في هذا الشهر هذا
لجميع الموظفين، وان هناك اجراءات اللي بدات كذلك فيما يتعلق بالتعديل ديال النظام الاساسي. كذلك التزمت الاداره وكذلك الوزاره بمباشره الحوار في شانها من اجل عرض ما تم الاتفاق عليه على مجلس الاداره سواء فيما يتعلق بالمالي او الجانب القانوني. الكتابه التنفيذيه للجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي، اليوم النقابه الوطنيه للمياه والغابات المنضويه تحت لواء الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي الاتحاد المغربي للشغل تخوض هذه المحطه النضاليه الوطنيه، بعدما ان اداره الوكاله نكرات لواحد مجموعه الوعود اللي قطعتها على نفسها، استخفت بالحوار الاجتماعي وحاليا تجز بالقطاع الى المجهول. المساله الاولى الشغيله تحتج على الاجهاز على اهم المكتسبات ديالها اللي متمثل في التعويضات، ثم كذلك ان اداره الوكاله لم تتجاوب بشكل ايجابي مع مطالب الشغيله فيما يتعلق بالقانون الاساسي، واي قانون اساسي لا يمكن بالمطلق ان يجهز على الحقوق المكتسبه للشغيله. القوانين الاساسيه عمليا تطور من الوضعيه الاداريه والمهنيه الشغيله، فهذه الاداره في الحقيقه ما عرفناش احنا منين جايه نهائيا، فلتتحمل مسؤوليتها، تعادي حقوق الشغيله ومكتسباتها، ولكن كتضرب الثروه الوطنيه اللي هي الغابه. الوكاله هي مسؤوله على حمايه الغابه الوطنيه، وبالعمل ديالها تتضرب الثروه الوطنيه وتتضرب المسائل اللي كتهم الشعب المغربي عامه وتحيه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.